بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فإن من معاني الحج العظيمة التي يراد لنا ونحن نؤم هذا البيت العتيق والمشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج أن يكون لنا وقوف تام ودراية عميقة ومعرفة كافية بالمعاني العظيمة التي من أجلها شرع لنا حج بيت الله الحرام. وقد كان مجلس الأمس يتناول القضية الأم والباب الأساس والمدخل الأهم لكل من أراد وقصد حج بيت الله الحرام، وقد كان المدخل الأساس والباب الأهم هي قضية التوحيد التي على أساسها بني هذا البيت الحرام. ومن أجله أمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالأذان في الحج لبيت الله الحرام: ألا تشرك بي شيئا. كانت القضية الأساس والمنطلق الأكبر والباب الأهم الذي يدخل منه من أتى بيت الله الحرام وقصد البيت العتيق وأتى هذه المشاعر يقول لبيك اللهم لبيك. من أجل ذلك كان المعنى الثاني الذي يرتبط به مباشرة تمام الارتباط هو الحديث عن الوجه الآخر لديننا، لعبادتنا في الإسلام بعد توحيد الله وإفراده بالعبادة وقصده بالإخلاص لوجهه الكريم، ألا وهو الحديث عن طاعة واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هما ركنان حجاج بيت الله الحرام لأي عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله، أمران لا بد منهما: أن تكون العبادة خالصة لوجه الله الكريم، ألا يشرك به شيئا، ألا يدخل في القصد والنيات شيء سوى الله. وأما الأمر الآخر فأن تكون العبادة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، لسبب واحد فقط، أنه عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله إلا ليدلنا على طريق الجنة، ولا نعرف عبادة الله إلا من خلاله عليه الصلاة والسلام. طريق الجنة يأتي من دربه وسنته وهديه الأكمل صلوات الله وسلامه عليه. لتأخذوا عني مناسككم، كلمة قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجه حجة الوداع، قالها شعارا لتبقى للأمة إلى يوم القيامة في الحج درسا نتعلمه: لتأخذوا عني مناسككم، كما في رواية حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، والرواية عند النسائي بلفظ خذوا عني مناسككم، والمعنى واحد، فإن اللام للأمر لتأخذوا. هذا أمر من يا كرام؟ من الذي يأمر لتأخذوا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. هل لي ولك أو لأي حاج خيار في هذا؟ أن يقبل أو يرفض؟ ليس لنا خيار. حج وعلمنا الحج عليه الصلاة والسلام وكان يقول لتأخذوا. لما قال لتأخذوا عني مناسككم كان يقولها للمائة والعشرين ألفاً الذين حجوا معه من الصحابة، فيهم الرجال والنساء والصغار والكبار والضعفة والعجزة والأطفال، وهو يقول للجميع لتأخذوا عني مناسككم، ما كان يقولها لأولئك المائة وعشرين ألفاً الذين حجوا معه فقط، بل هي لهم وللأمة بعدهم إلى يوم القيامة. أنت اليوم جئت تحج بعد نحو من 340,000 سنة من حجه عليه الصلاة والسلام، اليوم نحن نحج بعد 1430 سنة من حجته عليه الصلاة والسلام، ولا تزال الكلمة لي ولك لتأخذوا عني مناسككم.
قالها عليه الصلاة والسلام تأصيلا لهذه القضية العظيمة، أن نقيم حياتنا اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، وأن تكون عباداتنا وسائر قرباتنا على هديه ومن بابه وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم. لتأخذوا عني مناسككم، درس نتعلمه في حجنا أمة الإسلام كل عام. كل جموع الحجيج التي قدمت، كل الوفود، كل الملايين التي حجت السنوات السابقة منذ أن حج عليه الصلاة والسلام، وهم يضعون نصب أعينهم لتأخذوا عني مناسككم. فترى الحاج فينا عندما يحرم، عندما يلبس، عندما يجتنب المحظورات، عندما يقف بعرفة، عندما يطوف، عندما يسعى، عندما يحلق، عندما يرمي الجمرات، عندما ينحر الهدي، عندما يطوف الوداع، في كل خطوة تراه يسأل: ماذا أفعل؟ كيف أفعل؟ متى أفعل؟ لماذا هذا السؤال؟ لأننا أمرنا في حجنا لتأخذوا عني مناسككم. ليس يسع أحدا فينا أن يفعل شيئا في حجه من تلقاء نفسه أو موافقة لهواه، لأنه يريد ذلك. يجب على جميع الرجال كشف رؤوسهم حال الإحرام في الحج، ولو كان بعضنا ما اعتاد على ذلك أو لا يحب ذلك. نرتدي الإزار والرداء، ولو كان كثير من المسلمين لم يعتد هذا اللباس ولا يعرف كيف يلبسه. في الحج نحن نمتثل، نترك الطيبة وقص الشعر والأظافر، وبعضنا لم يكن معتادا لأنه طيلة حياته تعود أن يبدأ يومه صباحاً بالاستحمام والاغتسال واستعمال المطيبات والمرطبات، لكنه يأتي في الحج فيترك كل ذلك. هذا كله لهذا المبدأ الكبير: لتأخذوا عني مناسككم. تأملوا يا كرام، هذا الدرس الذي نتعلمه في الحج هو أصل عظيم في شريعتنا معشر المسلمين. أي أصل هو؟ ألا يكون لك في حياتك صغير ولا كبير، قليل ولا كثير، في هديك كله، في شأنك كله، إلا ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ في أحد لا يرجو الله ولا اليوم الآخر؟ ما في أحد. إذن هو لكل المسلمين، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ترجو الله عبد الله؟ صدقا قلها من قلبك، أنت تريد وجه الله؟ أنت ترجو الدار الآخرة؟ تنتظر يوما فيه الحساب؟ تريد أن تدخل الجنة وأن يعفو الله عنك؟ الطريق باختصار: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في حياتك، في تعاملك مع زوجتك، في تربيتك لأولادك، في طلبك لمعاشك، في مزرعتك إن كنت فلاحا، أو عيادتك إن كنت طبيبا، أو مصنعك إن كنت عاملا، أو سوقك إن كنت تاجرا، في كل بقعة من الحياة لا تظن أنك يمكن أن تواجه موقفا في الحياة لن تجد فيه من السنة دليلا تتأسى به، أو موضعا تقتفي فيه أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن الله أرسله نبيا ورسولا وقد كان بشرا، له زوجة وأولاد، ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح، وله أصدقاء وله أعداء تماما كسائر البشر. فأي موقف يمر بك في الحياة صدقني لك متسع أن تجد فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة تقتفي فيها أثره وتأتم فيها بهديه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاءت في الحج معلنة للحجيج لتأخذوا عني مناسككم. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا أصل، هذا مقصد للرسالة، ما بعث إلا ليكون مطاعا. كيف يكون مطاعا وأحدنا إلى اليوم يخالف سنته؟ متى سيكون مطاعا عندك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اسأل نفسك: هل نبيك، حبيبك، أسوتك، إمامك عليه الصلاة والسلام مطاع عندك؟ لا تجامل وتقول نعم،
وأنت تعرف أن لك مخالفات عدة تخالف فيها هديه، وأنت تعرف هل هو مطاع في قلبك؟ هل هو مطاع في حياتك؟ أتجد أنك في حياتك كلها فعلا نصبته إماما دليلا قدوة، ولا تذهب يمنة ولا يسرى إلا وأنت تفعل فيها فعله عليه الصلاة والسلام؟ يا كرام، خذوا هذه الأمثلة. يصلي عليه الصلاة والسلام يوما بأصحابه، وبينما هو في الصلاة يخلع نعاله، والصلاة بالنعال جائزة عندما كانت الأرض غير مفروشة بسجاد، ويصلون على الحصى والرمل والتراب والثرى، والصلاة في النعال لا بأس بها، مشروعة وهي سنة. فكان يصلي أحيانا لابسا نعاله عليه الصلاة والسلام، والصحابة مثله. فكان في أثناء الصلاة فخلع نعاله صلى الله عليه وسلم، فخلعوا نعالهم خلفه في الصلاة. فلما تمت الصلاة قال: ما شأنكم؟ لما خلعتم نعالكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. هو في الصلاة، هل كلمهم؟ هل قال لهم شيئا؟ ما الذي حملهم على فعل ما فعل؟ صدقوني، شيء عظيم قام في نفوسهم. أليس هذا نبينا، قدوتنا، حبيبنا، إمامنا، سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما فعل يجب أن نفعل، وما ترك فيجب أن نترك. كان موقفا عظيما للصحابة والله يا إخوة، ودرسا بليغا. قال: ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بهما نجاسة فخلعتها. لم يكن لشيء آخر، لكن لأنه لا يجوز الصلاة بشيء من النجاسة فخلع نعاله حتى يتجنب النجاسة في صلاته. انظر إلى هذا الموقف الجليل للصحابة. موقف ثاني: لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة نحو من 18 شهرا أو 16 شهرا، سنة ونصف تقريبا، كان يصلي إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس. ثم تحولت الكعبة، تحولت القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحولت القبلة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى مساجد القرى المجاورة للمدينة يخبرهم بخبر تحويل القبلة في قباء. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال، وهم في الصلاة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: فاستداروا وهم في الصلاة. حصل هذا على قول بعض المحققين في أكثر من موضع بالمدينة، وأحدها المسجد المسمى إلى اليوم بالمدينة المنورة، المسمى بمسجد القبلتين. سمي كذلك لأن في إحدى الصلوات صلى الصحابة الصلاة بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. هذه الاستدارة أثناء الصلاة لما بلغهم أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا لينتظروا من الصلاة التالية، ما قالوا: نتم هذه الصلاة ثم نغير من الصلاة التي تأتي بعد. استداروا وهم في الصلاة، كان عندهم استعداد تام أن الشيء الذي يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا سيفعلون، وإذا قال لا تفعلوا والله سيتركون. حرمت الخمر، مثال ثالث، حرمت الخمر وقد كانت حلالا يشربونها، فنزل التحريم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نزل النهي عن الخمر وقت الصلاة، في غير أوقات الصلاة فلا حرج في شربها، وظلوا كذلك حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء النهي والتحريم الأخير. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، وجاء التحريم، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يبلغ التحريم إلى الصحابة في منازلهم، في أحيائهم، في القرى المجاورة. يقول أنس: أنا كنت من يسقي الصحابة في دار أبي طلحة، يسقيهم الخمر لأنها كانت حلالا، وكانت العرب تشربها كما نشرب اليوم الشاي والعصير.
كانت حلالا. فلما جاء التحريم يحكي الصحابة منظرا عجيبا لهذه الاستجابة السريعة. أحدهم ربما رفع كأس الخمر إلى فيه وسمع التحريم فلا يبلغ به ويعوده، أما قال أنتهي من هذا الكأس الذي قد بلغته وشربته، أما قالوا ننتهي من شرب ما بأيدينا من الآنية، سالت أزقة المدينة خمرا سكبها الصحابة من الأواني والجرار التي كانوا يحملون فيها الخمر في بيوتهم. أتظن أنه صلى الله عليه وسلم بعد التحريم احتاج أن يراقب ويفتش البيوت من بقي يحتفظ بشيء من الخمر؟ أتظن أنه كان يحتاج إلى ذلك؟ لا والله، وهو يعلم أن في قلوب أصحابه هذا الأصل العظيم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقا في طاعته، وامتثالا لأمره، واتباعا لسنته. إن قال افعل سيفعلون، إن قال اتركوا سيتركون، بل سأعطيك ما هو أعجب من ذلك، هم لا ينتظرون منه أن يقول افعلوا أو يقول لا تفعلوا، بل يكفي أحدهم أن يجد منه عليه الصلاة والسلام الرغبة في الشيء والهم به فيمتثل له. يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتسع مسجده وامتلأ من الصحابة رجالا ونساء وكانوا يدخلون من باب واحد، فما أعجبه صلى الله عليه وسلم أن يتزاحم الرجال والنساء عند باب المسجد، فكان يحث أصحابه الرجال على التريث في الانتظار بعد الصلاة كيما يخرج النساء، كان يحثهم على الانتظار قليلا ليفسح للنساء بالخروج ولا يزاحمن الرجال عند الباب. جاء الحث بطريق أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا كل هذا؟ حرصا على إبقاء كل من الرجال والنساء بعيدا عن الاختلاط الذي ربما يوقع به الشيطان أمرا غير محمود. يقول ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لو جعلنا هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب في مؤخرة المسجد، هو الباب المسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء، واقعا بجوار باب جبريل خلف باب البقيع مباشرة، لمن دخل الزيار والسلام من أمام المواجهة الشريفة وخرج من باب البقيع أول باب يليه هو باب جبريل ثم باب النساء في مؤخرة المسجد في البناء القديم. قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، ما أمر عليه الصلاة والسلام ومات ولم يخصص هذا الباب للنساء. يقول نافع مولى بن عمر الذي يروي هذا الحديث قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات، ما دخل من هذا الباب، من منعه؟ لا أحد. لماذا امتنع؟ لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد، كان يتمنى، كان يرغب أن يخصص هذا الباب للنساء، هذا كان عندهم كافيا، هذا شيء كان نبينا حبيب قلبنا عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعله، لا والله لن نتركه. هذا إذا علموا أنه يريد الشيء، يحب الشيء، يرغب في الشيء، فكيف إذا فعل؟ كيف إذا أمر؟ كيف إذا نهى؟ أتظنهم يتباطؤون؟ يا إخوة والله نعيش مشكلة كبيرة، لنتكلم بصراحة، جئنا نحج، سنتعلم في الحج هذا الدرس لتأخذوا عني مناسككم. مشكلتنا أننا نعرف أن هذا الأمر سنة ومع ذلك ها أجيبوا لا نفعله، ونعرف أن هذا الأمر مكروه أو لا يجوز ومع ذلك نفعله. أصبحنا نزهد في السنة لأنها سنة. تنصح أخا لك لماذا لم تصلي السنة الراتبة؟ قال يا أخي هي سنة. لماذا لم توتر قبل أن تنام؟ قال يا أخي هي سنة. لاحظت الفرق؟ كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، وأصبحنا نترك السنة لأنها سنة. أرأيت الفرق الكبير؟ يأتي الحج فيعلمنا هذا الدرس لتأخذوا عني، خذوا عني. يعود الحج فيعلمنا كيف نتأدب،
كيف نعظم السنة، كيف نتمسك بها. كان الصحابة رضي الله عنهم سريعين في هذا الباب. أرأيت مثال ابن عمر كيف كان ممتنعا من دخوله من الباب الذي سمع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعلنا هذا الباب للنساء. أما أنس رضي الله عنه فقصة أخرى، وجابر قصة ثالثة، وكلها والله أعجب من بعض. وعمدا أتيتك بابن عمر وبأنس وجابر حتى ترى أنها أمثلة وليست مثالا واحدا. ما جابر؟ جابر رضي الله عنه استضافه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، أخذ بيده ضيفا، أتى بيته عليه الصلاة والسلام، سأل أمنا عائشة: هل عندك من طعام؟ يريد ضيافة لضيفه. قالت: لا يا رسول الله، ما عندنا إلا الخل، بيت النبوة ما فيه طعام يؤكل، ما فيه إلا الخل. قالت: ما عندنا إلا الخل يا رسول الله. قال: هاتي فنعم الإدام الخل، يعني يصلح أن يغمس فيه الخبز ويؤكل، هو إدام للخبز. قال: هاتي فنعم الإدام الخل. أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يكسر خاطرها صاحبة بيت وما عندها ضيافة لضيف يدخل. قال: هاتي فنعم الإدام الخل. مدح الخل عليه الصلاة والسلام لأنه نعمة ولأنه طعام يؤكل، فلماذا يذم وإن كان هو الموجود فالجود منه؟ قال: هاتي فنعم الإدام الخل. القصة انتهت هنا، لكنها بدأت عند جابر رضي الله عنه. يقول جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح يحب الخل لأنه مدح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنس فما انتظر أن يسمع مدحا ولا كلمة، قال: حضرت طعاما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيته يتتبع الدباء من حول الصحفة، الدباء القرع الذي يطبخ إداما ونحوه ويصنع منه المربى وغيره. الدباء أو القرع له أسماء، الأصفر، اليقطين، فصنع إداما. قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء يلتقطه فيأكله. أنس حضر، وأنس كان صغيرا خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام يرافقه في الذهاب والمجيء، حكى مشهدا. انتهت القصة، بدأت عند أنس. قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكلها ويلتقطها، إذن فهم أنه يحبها، شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أحبه أنا؟ جعل حب نفسه ومذاق طعم فمه الذي ليس له اختيار ولا إرادة. يعني هل أستطيع أن أقول لك لشيء لا تحبه رجاء كله من أجلي، اشربه من أجلي، وأنت لا تحب نوعا من الطعام أو من الشراب؟ لا يسعك أبدا أن تكره نفسك ليكون مستساغا عندك وفمك لا يقبله. ومع هذا يقول أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. والله يا إخوة سيطول بنا المجلس لو ذهبنا نتقصى مواقف الصحابة ومن بعدهم في أنهم كيف وصلوا إلى مستوى عجيب يا أخي، لكنه سيزول عنك العجب لو فهمت أنهم ابتدأوا من المنطلق الصحيح. ما هو؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نجحوا في تأسيس هذا المعنى في قلوبهم، فانقادت لهم الحياة بأسرها لأن تكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك وقع ما وقع في صلح الحديبية، وشق عليه الأمر جدا صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية قدموا معتمرين 1400 صحابي، جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمين عام الحديبية. ولما جاءوا محرمين سنة 6 من الهجرة، وعرفت قريش أن المحرم لا يريد قتالا، وجاء عليه الصلاة والسلام لم يحمل سلاحا وساق الهدي أمامه، رسالة تعرفها العرب حتى في الجاهلية، شخص يأتي لابسا الإحرام يسوق الهدي معه أمامه من الغنم والإبل، إذن هذا مسالم، يريد البيت الحرام، يريد الطواف، يريد العمرة. ومع ذلك تعنتت قريش، رفضت دخول هذا الموكب النبوي وامتنعت. نزل عليه الصلاة والسلام على الحديبية على مداخل مكة عند حد الحرم، وجلس هناك للمفاوضة حتى انتهى التفاوض إلى صلح سمي في السيرة النبوية بصلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. صلح الحديبية كان من شروطه أن يرجع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يدخل البيت الحرام هذا العام وأن يأتي العام القادم. لماذا؟ لا تسأل لماذا. تعنت من قريش لفرض سيادتها على مكة وإظهار قوتها وأن لها الكلمة، وأن منعت محمداً صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم. قبل عليه الصلاة والسلام بشروط الصلح بما فيه هذا الشرط. الآن هو محرم، ومن أحرم وجب أن يتم. الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله في الآية الكريمة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من أحصر أي منع من دخول الحرم لحبس أو عدو ونحو ذلك، فإن الحكم في حقه أن يذبح الهدي ويبعث به إلى الحرم ويتحلل. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا الهدي ويحلقوا رؤوسهم ويحلوا إحرامهم. شق ذلك على الصحابة وحز في نفوسهم، خصوصا المهاجرين منهم أهل مكة الذين غابوا عن مكة نحو من 6 سنوات إلى ذلك اليوم. مدينتهم، بيتهم، مراتع طفولتهم وصباهم وأراضي نشأتهم، وفيها ديارهم وبيوتهم. ثم جاء اليوم الذي وقفوا فيه على مشارف الحرم وعلى حده، فيقال لهم تعنتا: لا، لن تدخلوا مكة، ارجعوا. تباطؤوا في امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، والله ما تباطؤوا كراهية لأمره ولا عنادا، حاشاهم رضي الله عنهم، لكنها ردة فعل طبيعية بشرية، ما كانوا يتوقعون هذا. تباطؤوا، ما رفضوا، ما امتنعوا، ما قالوا لا، لكنه عليه الصلاة والسلام ما تعود ذلك منهم. تعود أن يأمر بالأمر فيمتثلون سريعا، أن ينهى عن الشيء فيكفون سريعا. لما تباطؤوا شق ذلك عليه. دخل على أمنا أم سلمة رضي الله عنها، رأت في وجهه الصعوبة تلك والمشقة، سألته: ما بك؟ قال: وما لي لا أحزن، وأنا آمر أصحابي فلا يمتثلون. فهمت أم سلمة رضي الله عنها الموقف وأجابت بحكمة، قالت: أخرج إليهم يا رسول الله واحلق رأسك أمامهم، سيفعلون مثلك. وصدقت رضي الله عنها، عرفت أنهم مهما تباطؤوا لن يصل بهم التكاسل والتباطؤ ومنازعة النفس إلى الموقف الذي يرونه قد فعل عليه الصلاة والسلام. خرج، حلق رأسه أمامهم. ماذا فعلوا؟ طفق الصحابة يحلق بعضهم رأس بعض. يقول في صحيح البخاري: حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، يعني من الحزن، ومع ذلك امتثلوا. قام بعضهم يحلق رأس بعض، امتثلوا، خلاص إلى هنا انتهى الموقف. لكنها قصص عجيبة وتاريخ حافل، عنوانه المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إطاره العام الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفاصيلها الدقيقة: أن نفعل ما فعل ونترك ما ترك، أن نستجيب لما أمر، أن نكف عما نهى، أن يكون الامتثال هو عنوان الوفاء لنبي الأمة الكريم صلى الله عليه وسلم. السؤال لي ولك اليوم، وقد بلغ أحدنا من عمره 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، أكثر أقل، إلى أي حد ترى عبد الله، والسؤال لك لا لغيرك، إلى أي حد ترى نفسك في حياتك مقيما لشأنك على هذا الأصل الكبير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألا تزال في حياتك أشياء هي بقايا لم توقعها إلى اليوم بعد على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أما زالت في حياتنا بقايا من المخالفات، هي مخلفات في الحياة، مخلفات والله إذا لم تكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل شيء في حياتنا صغيرها وكبيرها لم يكن على هدي النبوة فهو والله من مخلفات الحياة. واسمحوا لنا أن نقول مخلفات الحياة، تدري لما؟ لأن أسعد حياة عاشها إنسان على وجه الأرض هي حياة محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل حياة، أطهر حياة، أشرف حياة، قل ما شئت من الأوصاف الرائعة البديعة لحياة البشر، والله لقد كانت مجموعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد السعادة؟ تريد سعة العيش؟ تريد راحة القلب؟ تريد اتساع الرزق؟ تريد البركة في الحياة؟ باختصار، إلزم في حياتك
هدي وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سترى السعادة ترفرف في حياتك، وترى الهم والغم يغادر من عتباتها، والله لن يبقى في حياتك ضيق ولا نكد ولا هم، وأنت توقع حياتك حتى في نومتك على فراشك تنام على جنبك الأيمن تستقبل القبلة تقول الأوراد وتدعو بالدعاء الماثور، تغمض عينيك على ذكر الله تفتحها على مثل ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان شتان يا قوم بين إنسان يعيش حياته كيفما اتفق، يأكل لأنه يعجبه أن يأكل هكذا في هيئته في منظره في شعره في لحيته في شاربه في طيبه في لبسه في ثيابه في نعله في كل شيء من حياته، شتان بين اثنين بين واحد في كل صغير وكبير يحاول أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر لا يبالي كيفما اتفق كيفما وقع له يفعل الشيء لأنه يعجبه كذلك، يأكل الشيء يشرب الشيء يلبس يخلع يفعل يدخل يخرج يبحث عن هوى نفسه، لم يسأل نفسه يوما أين موقع الحبيب في حبك لحياتك عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال كبير، متى نجحنا في إحيائه في الحياة؟ صدقوني تبدلت الحياة لما نقول إن أسعد حياة في الحياة هي حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتظن لأنه كان يملك القصور والأموال والتجارات والأرصدة العالية في البنوك؟ لا والله، عاش عيشة الفقراء يبيت الليالي المتتابعة طاويا من الجوع، ما يجد عشاء هو ولا أهل بيته، يأكل خبز الشعير، وتحتفظ أمنا رضي الله عنها بقطعة قدر الكف من خبز في رف البيت، يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من طعام أخذه دينا وقرضا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كله لم يكن الحصير الذي نام عليه فأثر في جنبه، ولا خبز الشعير اليابس الذي كان يأكله، ولا الجوع الذي كان يشد به الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، ما كان ليجعله يعيش حياة خالية من السعادة، بل كانت أسعد حياة ليست في كثرة طعام وشراب، ولا في نعومة لباس وفراش، ولا في فخامة أثاث وما يركب وما يلبس، لا والله، كانت في قلب ملأه إيمانا بربه وصلة وثيقة بخالقه، فحلت عليه سعادة الحياة وعلمنا كيف نعيش السعادة من أوسع أبوابها. لتأخذوا عني مناسككم يا معشر الحجيج، عنوان كبير نعيشه في حجنا كل عام نتقفى فيه آثار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، كم مرة حج نبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. كم سنة صام رمضان؟ 9 سنوات. كم مرة صلى الصلوات الخمس؟ آلاف المرات. تأمل معي، لو سألتك عن عدد الأحاديث التي رواها الصحابة في صفة الصلاة، هل سيكون حديثا أو 2 أو 5 أو 10 أو 100 أو 1000؟ كثيرة صحيح؟ لماذا كثيرة جدا؟ لكثرة ما صلى، فكل صحابي كان يروي شيئا من صفة الصلاة، كثرت أحاديث صفة الصلاة لكثرة عدد مرات الصلاة. طيب في صيام رمضان كم عدد الأحاديث التي روى فيها الصحابة أحكام الصيام ومسائل الصيام؟ 2 أو 5 أو 10 أو 100 أو مئات وألوف. كذلك مئات وألوف، لأنه صام 9 سنوات، وفي كل سنة كانت المسائل والأحكام التي رويها الصحابة. كم مرة حج عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة، حجة واحدة، حجة الوداع. طيب المفترض أن يكون عدد الأحاديث المروية كم؟ 1، 2، 3، 4، 5. يدهشك أنها في كثرتها ليست تقل عن عدد أحاديث الصيام والصلاة. ما هذا؟ هذا أمر مدهش، هذا من الصحابة رضي الله عنهم عناية فائقة وتتبع دقيق، رصدوا يا رجل كل شيء في حجته عليه الصلاة والسلام، حتى لعاب الناقة الذي سال على كتف من يقود الناقة رووه في الرواية.
أين وقف؟ أين رمى؟ كيف فعل؟ ماذا صنع؟ متى نزل؟ ماذا فعل؟ ماذا قال هنا؟ كيف صنع هناك؟ والله روايات دقيقة على التفصيل، بلغت في كثرتها أن أحصاها الصحابة ويرويها الآئمة في دواوين السنة في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. مدهش وعجيب، هذه واحدة. وأما الثانية فانظر كيف لما جاء يحج عليه الصلاة والسلام وأعلن في الناس أنه خارج للحج، أرسل إلى القرى والأمصار والمدن والقبائل يخبرهم بعزمه على الخروج للحج عليه الصلاة والسلام. قبل أن يخرج من المدينة أرسل الخبر وأعلن أنه خارج للحج، انتشر الخبر. ماذا فعلت القبائل والقرى والمدن؟ كلهم تحركوا برجالهم ونسائهم، فمنهم من أدركه بالمدينة وخرج معه، ومنهم من أدركه في الميقات بذي الحليفة، ومنهم من أدركه في الطريق، ومنهم من أدركه بمكة، ومنهم من أدركه في عرفة، ومنهم من أدركه صبيحة مزدلفة في صلاة الفجر يوم العيد. اجتمع ما يقارب 120,000 من الصحابة رضي الله عنهم يحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا ناداهم؟ لماذا جمعهم؟ لماذا استحثهم على الخروج معه؟ ليتعلموا صفة الحج ثم ينقلونها للأمة من ورائهم. وهو يقول في مواقف متعددة من حجته: لتأخذوا عني. كان يوجه، كان يقولها رسالة: إنما جئتم ترافقونني في الحج لأجل هذا المعنى، خذوا عني مناسككم. فكان يفعل تلك الأفعال موجها هذا التوجيه. اليوم أنا وأنت نحج بعد 1430 سنة من حجته عليه الصلاة والسلام، وما زلنا والله نبحث عن هديه وسنته، نفعل ما فعل ونترك ما ترك في شأننا في حجه كله عليه الصلاة والسلام. طاف راكبا، وقف بعرفة راكبا، رمى الجمرات، كل ذلك على مرء الصحابة. تدري لماذا طاف راكبا على ناقته القصواء؟ لأجل أن يرى عليه الصلاة والسلام. والجموع الكثيرة إذا تباعدت غاب عنها رؤيته عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يكون على ارتفاع وعلو يرمقونه ولو من بعيد، فيرون كم شوطا طاف، ويرون كيف فعل هنا، وماذا صنع هناك، وأين دعا، وأين وقف، كل شيء رصدوه. لا تعجب، يقول أحدهم: وقد وقف بمنى يرمي جمرة العقبة، فجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يأخذ عليه الصلاة والسلام حصى الجمرات، كأمثال حصى الخذف، مثل حبة البندق ودون الحمص، يجمعها في كفه ثم يريها الصحابة فيقول: بأمثال هؤلاء فرموا. يقول: بأمثال هؤلاء. يعلمهم حتى في حجم حصى الجمار كيف يتعلمون فيها أن يكونوا فيه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، في الحج نتعلم ذلك تماما. نحرم يوم الثامن أو يوم التاسع، نذهب إلى منى، نصلي كما صلى، نقصر لأنه قصر. لا نجمع الصلوات الخمس في منى يوم الثامن ونجمعها يوم التاسع في عرفة ومزدلفة. لو سألك إنسان: يا أخي، هو حج وهي رحلة واحدة، لماذا لا نجمع الصلوات في الأيام كلها؟ لماذا لا نجمع يوم 8 في منى؟ لماذا لا نجمع الصلوات أيام التشريق في منى 11 والثاني عشر والثالث عشر؟ بل حتى يوم العيد ليش ما نجمع الصلاة؟ لماذا لا نجمع إلا يوم التاسع فقط، الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة؟ ما الجواب؟ ما في جواب إلا هذا: نفعل كما فعل، صلى هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلأنه فعل كذلك سنفعل مثله. لو قال قائل: الزحام شديد، فلو أراد إنسان أن يرمي جمرة العقبة قبل الصعود إلى عرفة تخففا من الزحام، يجوز؟ لا، ما يجوز. لو قال قائل: أنا أطوف طواف الإفاضة ابتعادا عن زحام يوم العيد، قبل الذهاب إلى عرفة أنزل الحرم أطوف الإفاضة ثم أذهب لأؤدي المناسك، يجوز؟ لماذا؟ لماذا لا نخفف على الناس؟ لماذا لا نوزع أعمال الحج؟ لماذا لا نجعل الناس في الذهاب إلى عرفة يتوزعون؟ مليون يروح عرفة يوم 8، ومليون يروح يوم 9، ومليون يذهب يوم 10، ونخفف على الناس من التكدس. لماذا نجمع 3 مليون
كلهم في يوم واحد، في موقف واحد، في نهار واحد. ليش يا أخي؟ لماذا لا نخفف على الناس في هذه الأسئلة وأمثالها؟ لا يسعنا الاجتهاد ولا الحلول ولا الأفكار ولا شيء يخالف شيئا من صنيعه عليه الصلاة والسلام لجواب واحد فقط: هكذا حج، وأمر أن نحج مثله، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فها نحن نمتثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. نأتي يوم عرفة ولا نغادرها إلا بعد غروب الشمس. لو قال قائل: النهار طويل والزمان صيف والساعات كثيرة، ولو جعلنا الحجاج يقفون بعرفة ساعتين وثلاث ساعات يكفي، ثم يغادرون عرفة من الساعة الثانية ظهرا أو الثالثة أو الرابعة عصرا أو الخامسة، لماذا يبقون إلى بعد غروب الشمس؟ ما لنا جواب يا كرام إلا أنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج هكذا فقال لتأخذوا عني مناسككم. يا أخي، حتى المرضى ومن يحملون على الأسرة ومن يرافقون في سيارات الإسعاف لا يذهب بهم إلى عرفة إلا يوم التاسع، ولا يكونون في عرفة إلا في هذا الموقف في تلك الساعة تحديدا. ليس لنا اجتهاد ولا خيار، هنا لا مجال للحلول ولا للأفكار، لسبب واحد: أنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعه لنا في الحج وحج، وقال لتأخذوا عني مناسككم، فنحن نتقف فيه أثره وهديه وشأنه عليه الصلاة والسلام. درس كبير والله يا إخوة نتعلمه في الحج. في الحج نفعل الشيء أحيانا وليس لنا رغبة فيه، صح؟ نفعل الشيء أحيانا في الحج ورغبتنا في شيء سواه، أو الأفضل لنا أو الأيسر لنا خلاف ذلك، ومع ذلك نترك رغباتنا وأهواء نفوسنا ونترك كل شيء يتعلق بذواتنا في الحج لنفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام. إي والله يا كرام، درس كبير نتعلمه في الحج أن نحج كما فعل عليه الصلاة والسلام. في الجوانب التي رخص لنا فيها نتبع رخصته. في النفرة من مزدلفة ليلة العيد إلى منى، رخص لبعض فئة من أصحابه للضعفة والنساء، رخص للرعاة في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وللسقاة في زمزم بالحرم ألا يبيت ليالي منى أيام التشريق، رخص للمرأة الحائض أن يسقط عنها طواف الوداع. فما وسعه للأمة توسعوا فيه، وما ألزم الأمة بالوقوف عنده وقفوا عنده. الحج مدرسة كبيرة نتعلم فيها هذا الدرس البليغ والله، نتعلم فيه كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف نلتزم سنته، نتعلم كيف نقف عند هديه. هذا الدرس الكبير يا كرام في الحج ما أحرانا والله أن نسحبه على حياتنا بعد الحج. نعود من الحج فننصرف ونرجع بعد الحج، وإذا بنا قد عاد أحدنا إلى مواقع حياته التي كان يعيشها قبل حجه، بكل تفاصيلها، بكل عجرها وبجرها، بأخطائها ونواقصها وسلبياتها. لما؟ ألم تحج؟ ألم تثبت لنفسك في حجك أنك امرؤ قادر على أن يكون لك قرار تغلب فيه نفسك وشيطانك والهوى، وأنك ترغم نفسك على أمر فعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نجحت في تجربة الحج، هنا ينبغي أن تقنع نفسك أنك قادر كذلك على أن تكون في حياتك كلها تعود بها إلى نور النبوة ومشكات السعادة، تتقفى فيه أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتش في خريطة حياتك، ستجد فيها مواقع مظلمة، ستجد فيها زوايا غائبة، غاب عنها نور النبوة، غاب عنها هدي السنن، أعد بإحيائها بالتمسك فيها بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا غضبت من زوجتك، إذا تخاصمتما، إذا أردت تربية أولادك، إذا خرجت تبحث عن لقمتك ورزقك ومعاشك، إذا جئت تبحث عن علاج لدوائك لك أو لوالديك أو لأولادك، في كل شأن من شؤون الحياة عبد الله رعاك الله، لك والله في رسول الله أسوة، وبإمكانك أن تتقفى فيه أثر النبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. احتجم الإمام أحمد رحمه الله يوما فأعطى الحجام دينارا، ودينار الذهب غالي لأنه يسوى أكثر من 4 جرام ذهب،
وهي أجرة غالية جدا بالنسبة لحجام مثل الحلاق والحجام، كان يعطى أقل ما يعطى، بل كانت يعني في نظرة الناس مهنة دنيئة لا يتعاطاها كثير من الناس. أعطى الحجام دينارا، فسئل الإمام أحمد عن صنيعه ذلك، فقال يذكر موقفه وجوابه، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. هل يقول قائل إن دفع دينار أجرة للحجام سنة لك عليها ثواب؟ يعني هي ليست عبادة. لماذا حمل أحمد الإمام أحمد نفسه على أن يفعل ذلك؟ الجواب: هو أراد أن يكون له في حياته موقف يتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى جارية وليس به حاجة إلى التسري، ما اشتراها لأجل أن يطأها بملك اليمين، اشتراها وسماها ريحانة على اسم مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري ليش؟ حتى يقول: يا ريحانة تعالي، يا ريحانة خذي، يا ريحانة اذهبي. يشعر أنه يتشبه في حياته بموقف له في رسول الله عليه الصلاة والسلام شبه وأسوة. هؤلاء الكبار العظماء الذين نجحوا في أن يصلوا باقتفائهم للسنن أن يتجاوزوا هذا المدى فيبلغوا التشبه في الأشياء الدقيقة واليسيرة مثل هذه، أتظن أن مثل هؤلاء كانوا يزهدون في سنن العبادات؟ لا، من كان يحرص على هذه الدقائق في الحياة هو في أمورها، في الأمور الأكبر منها أكثر حرصا، هو أشد اتباعا. مثل هؤلاء لا تسألهم عن سنن العبادات، عن صفة الوضوء، عن الصلاة، عن الدعاء، عن الطواف، عن الصيام، عن الحج، عن العمرة، لا تسألهم. هؤلاء أشد حرصا، إنهم لما استوفوا سنن العبادات ارتقوا إلى العادات، إلى الأمور المباحات. فجعل أحدهم إذا أراد أن يفعل شيئا حرص أشد الحرص أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى حك الرأس الذي يأتيك تلقائيا وتجد نفسك فجأة رفعت يدك إلى رأسك تحك موضعا أصابتك فيه الحكة، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى هذا الأمر الدقيق، إن استطعت أن ترسم لنفسك منهجا في الحياة، لا تفعل الشيء ولا تترك الشيء ولا تهم بالشيء ولا تصنع الشيء إلا لأنك تقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك والله مرتبة عظيمة، تلك منزلة شريفة لا يصل إليها إلا الصفوة من الأمة، إلا الخالصون، إلا قلة من الموفقين الذين ملأوا حياتهم اتباعا واقتداءا وأسوة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى جيل الصحابة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. معنى الحديث: لا يحق امرئ مسلم عنده شيء يستحق أن يوصي فيه، دين أخذه يكتب وصية، مال تركه يكتب وصية، حقوق للآخرين، رغبة في تنفيذ شيء بعد مماته. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين، يعني لا تمرن عليك ليلة أو ليلتان إلا وصيتك مكتوبة عندك، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، وقد تكون نومتك التي لا تقوم منها، فإذا نمت فلتكن وصيتك مكتوبة، فترى زوجتك ووصيك وأولادك يرون وصيتك فيعرفون الحقوق ويردون الديون وينفذون وصيتك فيما تريد. انتهى الحديث. يقول ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. تظن أنه كتب الوصية مرة واحدة وخلاص إلى أن مات؟ لا، الوصية تتجدد، دين قضي سيمسحه، دين حدث واستجد سيكتبه،
يعني لا زال منذ أن سمعها كما سمعته يقسم، فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. قصص عظيمة يا كرام والله، وشواهد عجيبة عاشها ذلك الجيل الكريم الذي تأسى فيه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه رباهم على أن السمع والطاعة والامتثال والاستجابة لأمره ونهيه يجب أن يكون عنوانا في الحياة. جاءوا للحج فقال لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، امتثلوا أمره، نقلوا صفة حجه. اليوم أنا وأنت أكرمنا الله بالحج فجئنا نحج، ها أنتم أيها الحجيج قد اعتمرتم، وأيام تنتظرون بها موعد الانطلاق إلى الحج لتحرموا من جديد لبيك اللهم حجا. ستشرعون يا كرام وتحثون الخطى في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالله الله في أمرين كبيرين، أولهما ألا تفعل شيئا في حجك إلا وأنت عالم بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف كان، فإن وجدت لك رخصة احتجت فيها إلى الترخص وقد أذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمحت بها سنته السمحاء فهنيئا لك، وإن وجدت نفسك قادرا على الأخذ بالعزائم فطوبى لك. في الجملة لا توقعن في حجك ما ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، لا تستكثرن في حجك استكمال جوانبه وأن يكون أقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني الذي نرتجيه من كل من أكرمه الله بالحج فجاء، وهي أيام ينتظرها بشوق ولهف وشغف أن ينطلق في ركاب الحجيج هذا العام، فالمنتظر أيها الحاج رعاك الله أن يكون لك في حجك المبارك هذا درس عظيم تعود به إلى حياتك بعد الحج، عنوانه ما تعلمته من حجك لتأخذوا عني مناسككم. فهنيئا والله لعبد أكرمه الله بالحج فحج، فلما رجع من حجه نظر إلى صفحة حياته فأعاد وأصلح فيها كل شيء من أموره على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دقائق الأمور. يا كرام، هل سأل أحدكم نفسه هذا السؤال؟ لماذا نقلت إلينا دقائق الأمور في الحياة؟ حتى دخول الحمام أكرمك الله وقضاء الحاجة، ثم آداب في الاستنجاء والاستجمار وقضاء الحاجة داخل الحمام أجلكم الله، لما هزئ أو أراد اليهودي أن يسخر من الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه، قال تزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء؟ قال سلمان أجل، قال حتى الخراءة، حتى قضاء الحمام في قضاء الحاجة في الحمام. سلمان أجاب بعزة المسلم الواثق بدينه المفتخر بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العالم بها، قال أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. علمه 3 دروس وليس درسا واحدا، علمه 3 سنن وليست سنة واحدة. قوم كانوا يعلمون حتى في دخول الحمام أكرمكم الله ماذا يصنعون فيه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أخص الخصوصيات، إذا أتى الرجل زوجته في الفراش وتحت الغطاء يجامعها بالحلال، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يا أخي، حتى هذه القضايا في أخص الخصوصيات وأضيق الدوائر التي يختص بها الإنسان لنفسه يوجد لنا فيها سنن. أتظن الآن أن ما هو أكبر منها حجما في الحياة تغيب عنها شمس النبوة ولا نجد لنا فيها برسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله أبدا، بوسعك عبد الله
إن ملأت قلبك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقناعة تامة في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وإقبالا صادقا ودرسا بليغا تعلمته من حجك هذا العام أن تتأسى بسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتنجحن في ذلك، وأبشر بكل خير. أبشر والله هنيئا لعبد حلت السنة في داره ورفرفت رايتها في حياته، والله هنيئا له. طوبى لعبد عاش حياته على السنة ومات على السنة، ولا يرجو يوم القيامة إلا أن يحشر في زمرة صاحب السنة ويحظى بشفاعة صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. يا كرام، من يأتي يوم القيامة ومعه شهادات جمعها في حياته من المواقف التي ما فعلها في حياته إلا لأنه يريد اتباع السنة؟ يأتي ابن عمر رضي الله عنهما وإذا به في طوافه بالكعبة لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فيسأل رضي الله عنه: ما لي أراك لا تستلم من البيت إلا هذين الركنين؟ ليس عنده جواب إلا هذا الجواب: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنا أفعل مثله. يخضب بالصفرة، قيل يخضب لحيته وقيل يخضب لباسه، يخضب بالصفرة فيسأل فيقول: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بها فأنا أحب أن أخضب بها. يلبس النعال السبتية أكرمكم الله، وهي نوع مما يصنع من النعال من جلد الغنم ونحوها، له شعر وقد ينزع شعره، يسأل فيقول: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. يا أخي، كل شيء في حياتهم كانوا يصنعونه لأنهم رأوا أو سمعوا أو شاهدوا أو أخبروا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعله. هل تجد أنت في حياتك موقفا يسعفك فيه الجواب إذا سألك طفلك الصغير أو بنتك أو زوجتك أو صديقك لماذا تصنع هذا الشيء؟ فيكون جوابك: لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فأنا أحب أن أفعله مثله، لأنه كان يأمرنا فأنا أمتثل أمره، لأنه نهانا فأنا أتركه امتثالا لنهيه. اصنع ذلك، هي شهادة تحتاجها يوما ما. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فماذا نصنع؟ فاتبعوني. أنا أسألك الآن سؤالا: هل تحب الله؟ ما في مسلم يقول لا، لا أحد، حتى أضعفنا إيمانا وأبعدنا عن الطاعة سيقول: نعم، إي والله أحب الله. كل الناس سيقول نعم. الجواب هنا ليس باللسان، هنا شهادة تثبت بها حبك لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أرأيت، اتباعك للسنة شهادة تثبت بها حبك لله. أثبت لي الآن، عفوا لا أحتاج أن تثبتها لي، أثبت لنفسك، أثبت لربك يوم تقابله يوم القيامة أنك تحبه. قل: وعزتك وجلالك يا رب، والله إني لأحبك. أثبت حبك لله. شهادات الحب هنا مواقف تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعك لسنته، اقتداؤك بهديه عليه الصلاة والسلام. اجمع شهادات الحب قبل اللقاء لأنك تحتاجها أن تثبت حبك لله. فإذا أثبتت حبك لله فهنيئا لك. أرأيت منزلة فاتبعوني؟ هي شرط لأن تحقق بها حبك لله. طيب، تريد ما هو أعظم؟ تريد الأفضل؟ تريد الأشرف والأعز والأكبر؟ ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أن تحب الله هذا أمر عظيم، لكن ماذا لو سألتك: هل يحبك الله؟ ما أدري، لكن والله عز الحياة وسيادتها أن تعيش عبدا يحبك الله من فوق سبع سماوات. هو غيب، لكن الآية دلتنا على طريقه. فاتبعوني يحببكم الله. أيضا جاء الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو المدخل الذي نصل به إلى حب الله عز وجل لأحدنا معشر العباد.
أرأيت أين وقعت فاتبعوني؟ ما أعظمها والله، كلمة وقعت بين قوله إن كنتم تحبون الله وبين قوله يحببكم الله. تريد أن تثبت حبك لله، الطريق فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن يحبك الله، الشرط لذلك فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم والله يا كرام في الإسلام شأن الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يورثك حب الله في قلبك. تريد أن تزيد من حبك لله، ازدد من اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نقولها بعبارة أخرى، أصدقنا حبا لله ها من؟ أكثرنا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أصدقنا حبا لله، أعظمنا حبا لله، هو أكثرنا اتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقربنا إلى نيل حب الله جل جلاله أيضا هو أصدقنا، أقربنا إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أحسب أحدا بعد هذا سيزهد في شيء من السنن، أو يقصر، أو يتوانى، أو يؤجل، أو لا يزال يؤثر بعضا من التقاليد والأعراف وأهواء النفوس أن يؤثرها على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبع سنته في الدقيق والجليل، في الصغير والكبير، في الظاهر وفي الباطن، أن تملأ قلبك إيمانا صادقا، هذا من أعظم الاتباع له عليه الصلاة والسلام. أن تنشئ حياتك على التوحيد وصادق التعلق بالله، هذا من تمام الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أن تنشئ أخلاقك وقيمك ومبادئك على خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا من أصدق الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أن تتخلص من أدواء نفسك وأمراض قلبك، هذا من أصدق الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن جئت إلى مظاهر الحياة، كيف تنام؟ كيف تأكل؟ كيف تلبس؟ كيف تشرب؟ كيف تدخل؟ كيف تخرج؟ لا يزهدن أحد في هذه الدقائق ويقول هذه من القشور والعناية بها ليست بأهم من العناية مما في القلب. يا حبيبي، كلها سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كلها هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لسنا نفرق فيها بين أمر وأمر. كل القضايا هذه الناشئة عنه الثابتة عندنا من سنته عليه الصلاة والسلام كلها والله حبيبة إلى قلبنا، نحبها لأنه أحبها عليه الصلاة والسلام، لأنه فعلها، لأنه صنعها، لأنه دل عليها وأرشد الأمة إليها. هنيئا والله تلك الحياة التي ترى فيها قضايا السنة تعيش في بيت صاحبها. أسعد حياة تلك التي يعامل بها الرجل زوجته والمرأة زوجها، ويربون أولادهم ويحلون مشاكلهم على مشكاة النبوة وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنيئا أيضا لتلك الحياة التي يعيش فيها أصحابها اقترابا حثيثا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى سنقول يأتي الحج فيقربنا مهما ابتعدنا. نعم، ربما أبعدتنا كثير من أمواج الحياة وصرفتنا الصوارف في بعض مراحل الحياة، فتركنا بعض السنن، جهلنا بعضها، زهدنا في بعضها، قصرنا في بعضها، سوفنا في بعضها، أما حججت؟ أما إن الحج وقد أكرمكم الله تعالى به معشر الحجيج كفيل بأن يعيد المرء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، أن يعيد لها مكانها، وأن يكون له برسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم الأسوة والقدوة، وأن يكون لنا في حياتنا كلها إحياء لمواضع السنن ومعالمها. فرحم الله عبدا عاش على السنة ومات عليها، اللهم فأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة،
واحشرنا يوم القيامة في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا رب شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، ويسر لهم أداء نسكهم، واحفظهم يا رب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.